دعماً لتدريس الأمازيغية بولاية البيض، فتحت الولاية 10 مناصب للتوظيف، غير أن عدد المتقدمين بملفاتهم أقل من الحاجة. استلمنا 10 مناصب في اللغة الأمازيغية. لحد الآن سوف نعين 3 أساتذة تقدموا بطلبات وحازين على شهادة ليسونس في اللغة الأمازيغية. سوف نبدأ بتعيينهم في هذه السنة. لدينا عدة مناصب موجودة في لبيض سيد الشيخ وبوسمغون وهنا في البيض. تم التكفل بهذه المناطق 3 أساتذة في انتظار زيادة أساتذة آخرين. واستلم القطاع 10 مؤسسات تربوية جديدة في الأطوار 3 إضافة لمطاعم مدرسية وداخليات. استلمنا 3 مؤسسات، 3 متوسطات بكل من إقليم بلدية الدغيم، بلدية المحرة، تجمع السكاني بالدغيمة، وكذلك تجمع السكاني بمصباح التابع إقليمي لبلدية الخيطر، وكذلك بلدية الغاسول. كما استلمنا 5 مجمعات مدرسية بكل من بلدية بريزينة والبيض والخيثر وكذلك في بوعلم والبنود. إضافة لذلك تم تغطية كامل الأطوار بالمطلوب من الكتب المدرسية. تم توزيع الكتاب في نهاية شهر جوان وبداية شهر جويلية على جميع المؤسسات التربوية بنسبة تغطية فاقت 100%، ما عدا أبقي على كتابي اللغة التاريخ والجغرافيا، التاريخ وكذلك الجغرافيا في السنة الخامسة ابتدائي، بحيث اعتمد الكتاب القديم. مع اقتراب الدخول يبقى الهاجس الأكبر هو مشكل التدفئة الذي عاناه تلاميذ الولاية الموسم الماضي.